سلطه الفاهيتا. عندنا الصوص عباره عن زيت زيتون وعصير ليمون وزبده، ثوم مفروم، سكر بني، فلفل حار، كمون وملح. وعندنا السلطه نفسها عباره عن صدور فراخ مخليه متقطعينها احنا شاورما، وفلفل الوان اصفر واحمر واخضر رومي، وعندنا بصل متقطع شرايح رفيعه، مستخدمين برضو بصل احمر بيبقى احلى كتير في السلطات بالذات. عندنا كابوتشا، عندنا افوكادو، عندنا كزبره، عندنا ساور كريم، واكيد معانا ملح وفلفل وزيت زيتون او زيت ذره، يعني براحتكم خالص مفيش اي مشكله، مش هتفرق. اللي عايز يقلل الزيت يقلله، ما عندناش اي حاجه بره اللايت هنا غير الساور كريم، واحنا هنستخدم منها بوله صغيره، او يعني بوله زي بوله الايس كريم، يعني معلقه واحده، وتقدروا تستغنوا عنها كمان مفيش مشكله، لان مفيش ساور كريم لايت في مصر، فما فيش مشكلة لو انتوا عايزين تستغنوا عنها ما فيش اي مشاكل. والزبدة كمان نقدر نستغنى عنها ما فيش اي مشكلة، مش هيغيروا في جمال الوصفة. طيب عايزين نعمل ايه؟ عايزين نسوي الفراخ، فهاخد الكمون، الفلفل الحار ونستخدمه بحذر طبعا، زيت الزيتون، كل ده على الفراخ والواك بتسخن على النار، عصير الليمون، ثوم مفروم، وسكر بني او ابيض مفيش مشكله، ودي معلقه صغيره. وهاخد كل ده واطلع على النار، وهاخد مكعب زبده، عاوزتوا تحطوه حطوه، مش عايزين تحطوه عايزين تكتفوا بالزيت. في الوقت ده بقى في الكبه هحط افوكادو، بصل، ملح وفلفل، وهنا كمان هحط ملح وفلفل على الفراخ لاني لسه ما تبلتهاش بالملح والفلفل، فعشان ما ننساش هحط ثوم مفروم، عصير ليمون، نقطة زيت يعني معلقة صغيرة، هحط فلفل حار برضو بحذر، وهحط الكزبرة، واقفل واعمل الجواكامولي. وممكن كمان ساعات بياخد طماطم متقطعة صغيرة. حلو قوي، رائع. بدأت الفراخ تدخل في التسوية، هقوم منزله لها الفلفل الألوان، رومي والبصل، وديها رشة الكزبرة الخضراء. يبقى ادي الكابوتشا، وهجيب بوله صغيره احط فيها الجواكامولي، وهجيب كمان بوله احط فيها الساور كريم كده. هنا ممكن نحط ده هنا كده اهو، هاخد بقى الفاهيتا دي قبل ما تموت. انا مش عايزاها تموت، انا عايزاها تفضل محافظه على طراوه الفراخ، وتقدروا تستبدلوها باللحمه اذا حبيتوا، وعايزاها كمان تحافظ على الخضار بيقرش وبلونه، وده مش بس عشان الطعم لكن كمان عشان الفايده يا جماعه. هاخد بقى حاضر الساور كريم او الكريمه الحامضه او القشطه الحامضيه، ليها اكتر من اسم حسب الماركه اللي بتجيبوها او النوع اللي بتجيبوه، وهاخد هنا كزبره خضراء على الفراخ كده،
ونبقى خلصنا كده السلطة بتاعة الفاهيتا اللي هي برضو تعتبر وجبة كاملة متكاملة.